انت كتبيع احساس نتاع فرحه للحريف نتاعك يدخل يشوف الحذاء نتاعو كان قديم وكان مش طايش في الزبله ولا حذاء يعني جديد ويتلبسه محترم كي تراه هو يفرح في عينيه الفرحه الكبيره في عينيه انت بدك تفرح اكثر منه خاطرك انت بعت له احساس. بدأت بفكرة أولية عام 2019 في السنة الثانية في الجامعة عملنا مشاركة في حدث اسمه فاشن ويك كولابوراسيون وكل اتوديان وكل طالب خدم على منتوج معين. منتوج هذا يختلف يعني طالب إلى طالب فمش كل خدم على مونجالا ساعة فمش كل خدم على حذاء فمش كل خدم على نظارات. أنا خدمت على حذاء الحذاء هذاك صممته من الأول للآخر بعد جيت مرحلة التصنيع صنعتهم البقايا نتاع الجلد ومن بعد الحذاء كي خزرت له هكا لقيته نقص يعني شويه زينه شويه تزويق رسمت عليه الرموز نتاع الحضاره البربريه اللي انا ننتمي لها. من بعد شاركت فيه في المسابقه عجب بلجنه التحكيم على الاخر وشجعوني باش نكمل في ميدان الموضه وصناعه الاحذيه. احنا قاعدين نعطيو في حياه جديده للاحذيه. الحذاء كان باش يطيش يمشي للقمامه وباش يمثل مصدر خطر كبير للبيئه الخطر. الحذاء مصنوع من مواد كيميائيه وبعد تحلل في التربه ينجم يكون مصدر خطر في المستقبل القريب والبعيد. احنا بالخدمه بتاع التجديد الحذاء القديم هذاك رجعناه في السلسله بتاع الاستهلاك نسميه احنا الاقتصاد الدائري. الحق نفرح برشا كي حذاء كان قديم مش طايش واحنا عطيناه حذاء جديد. علاش نفرح برشا؟ اولا خاطر احنا بعنا احساس ما بعناش يعني منتوج وذاك الفارق. يعني انت كي تبيع احساس نتاع فرحه للحريف نتاعك يدخل يشوف الحذاء نتاعو كان قديم وكان مش طايش في الزبله ولا حذاء يعني جديد ويتلبسه محترم كي تراه هو يفرح في عينيه الفرحه الكبيره في عينيه. انت تبدا تفرح اكثر منه خاطرك انت بعت له احساس بعت له حاجه يحبها. ساعات يجيك شكون مثلا يقول لك هذا الحذاء هذا لي ولدي راهو سافر وعز عليا وكذا. هو العلاقه يربط بين الحذاء وابنه ولكن يعني فما علاقه يعني فما احاسيس لازمك تبيعهم. انت كيبدا عندك مشروع ما تبيعش كل منتوج. اللي يبيع منتوج راهو ما يتطورش لازمك تبيع خدمه باهيه يعني تنقل الاحاسيس الباهيه للفرد نتاعك. أهم الحاجات اللي الإنسان يستغل غرامه وموهبته فيش مهمة اللي أنت كي تقوم تخدم حاجة تحبها يعني باش تحس براحة نفسية أولا وراحة يعني عامة. يعني أنت ماكش باش تكون قلق وإلا باش تمشي تخدم ملزم عنك ولا مغرم عنك. يعني أنت أي إنسان باش يخدم حاجة مغرم بها راهو باش يتطور وخطوط النجاح نتاعو كبيرة ياسر. علاش؟ على خاطر هو أصلا قايم باش يخدم حاجة يحبها باش يبدا يخدم بغرام وفما احاسيس بيناتو وبين الخدمه نتاعو باش يكون عنده قدره كبيره للصبر على خاطر هو مازال يخدم في الحاجه اللي حب عليها. دونك يبدا الانسان يخدم في حاجه في الدومين نتاعو واهم حاجه مش حتى الدومين نتاعو حاجه يحبها راهو هذاك هو الانسان اللي باش يوصل. دونك ننصح الشباب باش يخدموا
في الغرام بتاعهم وباش يطوروا في الموهبه بتاعهم، وبكرة ربي يشوفوهم متطورين ووصلوا عملوا حاجه كبيره في العالم. أكثر حاجة تفرحني في حلمتي هو التطور، يخليني نفرح، إسعاد الناس. يعني أنا كي يجيني حريق ونفرحه، هذيك حاجة تخليني نقوم الصباح باش نمشيلها. وثالث حاجة هي اللي أنا حلمتي الكبيرة، نعمل أول ورقة تاع صبيريات تونسية، أول علامة للأحذية التونسية تكون عالمية، تكون تسوق للعالم. ما فما حتى علامة في العالم العربي للأسف وفي إفريقيا متاع أحذية معروفة في العالم. هذيك الحلمة اللي أنا نجري وراها كل صباح، وإن شاء الله يا ربي يجي نهار تتحقق.